ستة ملايين ونصف المليون ناخب نمساوي يختارون اليوم الأحد رئيسهم الجديد خلفا للاجتماع الديمقراطي المنتهي ولاية هاينز فيشر في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها اليمين المتطرف الشعبوي نوربير هوفر الأوفر حظا بالفوز والمرشح اليسار الحر ألكسندر فان بيلن. الأحزاب التقليدية الكبرى أقصيت على غير العادة من هذه المنافسة في الدور الأول من الانتخابات. مكاتب الاقتراع فتحت على الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش وتوصد أبوابها على الثالثة بعد الظهر حسب التوقيت ذاته، ويلي انتهاء عملية التصويت الإعلان عن التقديرات الأولية للنتائج. اليمين المتطرف هوفر البالغ من العمر 45 عاما الذي حاز 35% من الأصوات في الدور الأول متقدما على اليسار بيلن بدا واثقا من الفوز وقال سأكون رئيس.